أهلا وسهلا لكل الأصدقاء والصديقات والمتابعين. منذ نهاية القرن التاسع عشر بدأ المغرب يعرف أشكالا جديدة للدعارة، وبالضبط منذ وفاة المولى الحسن الأول سنة 1894 تم فتح نواد بالدار البيضاء، مراكش، والرباط، وطنجة، عبارة عن نواد وملاهي تجلب إليهن فرنسيات وبعض المغربيات يقدمن عادات وطقوس غير مألوفة لدى المغاربة في مجال تسلية الزبناء، زبناء المتعة من طبيعة الحال. بدأت هذه الملاهي تشتهر عند المغاربة حتى أصبحت على لسان العامة. ما هي أشهر هذه الملاهي والنوادي المعدة خصيصا للدعارة، وما علاقة تهامي القلاوي ومساعده الدار في إدارة هذه البرديلات، ولماذا أصبح مخور بوسبير أو برديل بوسبير؟ وللإشارة، كلمة برديل هي كلمة إسبانية تأتي من كلمة البورديل، وأصبح هذا البورديل علامة مميزة في ممارسة فعل الدعارة داخل المغرب وفي انتشارها. وسؤالنا، كيف أصبحت هذه الدعارة صناعة يعني تجني من خلالها أو يجني من خلالها ذوي النفوذ الكثير من الملايين وعمليات استعباد ومكانا للتجسس؟ ابقوا معنا في استكمال هذه الحلقة من بدايتها حتى النهاية. إذن كما قلت، منذ دخول الاستعمار الفرنسي عملت السلطات الاستعمارية على إصدار ترسانة من القوانين، ترسانة كبيرة من القوانين في مجالات متعددة: الفلاحة، الصناعة، التجارة، العقار وما إلى ذلك. بطبيعة الحال مجال الدعارة أو البغاء خصصت له سلطات الحماية مجموعة من المراسيم. ما بين 1912 يعني دخول الحماية إلى سنة 1934 أقرت سلطات الاحتلال الفرنسي بتنظيم ماخورات أو برديلات، دور ومنازل معدة للدعارة، وملاهي وما يعني أماكن للدعارة لتمكين جنودها من المتعة الجنسية لرفع معنوياتهم وتسهيل عمليات دخول المغربيات لهذا المجال من أوسع أبوابه. في هذا الإطار جاء مرسوم 16 فبراير 1924 كمرسوم تقني ينظم عملية الدعارة بفتح منازل ودور ونوادي معدة خصيصا للدعارة بشكل رسمي، وبالتحديد السن القانوني للمرأة في 21 عام. جاء هذا يعني هذا المرسوم بعد فضيحة البرلماني الفرنسي فالغوز الذي كانت له أسهم في بيوت الدعارة التي كان يشرف عليها الباشا تهامي القلاوي ومساعده الكبير الدار في مراكش ومدن داخل المغرب وخارج المغرب. بمعنى أن السلطات الاستعمارية أرست هذه القوانين بعدها لتبني صناعة الدعارة في المغرب وتنتشر بشكل كبير في أفق توسعها في العديد من المدن والقرى المغربية. إذن احتضنت مراكش عدة مواخير وبرديلات للدعارة، من بينها عرسة موسى الذي ضم المئات من بائعات الهوى بأثمنة رخيصة. كما جعل تهامي القلاوي ومساعده الدار والذي كان يشرف على هذه التجارة الجنسية من أحياء درب دباشي والقصيبة وأحياء أخرى أوكارا للدعارة، واستفرد الفرنسيون بمنازل وشقق بالحي الأوروبي بيجليز
وخصوصا مخور للجنود بحي تارقة. في الرباط يعني ما كاينش الاستثناء، في الرباط كان مخور قاصة في الخمسينيات من أشهر الأمكنة للدعارة، ضم أزيد من 1000 عاهرة، وبالنواحي يعني بمدينة المحمدية كان مخور سيفانكيس يعني ابتداء من 1951 أكبر مخور في إفريقيا. نكرر العبارة شوية، كان ابتداء يعني من سنة 1951 أكبر مخور في إفريقيا، كلف إحداثه أزيد من 5000 دولار يعني في 1951، واحتوى على العشرات من الغرف والقاعة، قاعة الرقص، ونوادي لعرض أفلام البورنو، ومساحة طبية، والعديد من التجهيزات وكل وسائل الراحة بحضور أوروبيات وكذلك مغربيات ومن عديد من الدول. في الدار البيضاء، وهذا هو يعني عنوان الحلقة، في الدار البيضاء قامت سلطات الاحتلال الفرنسي بتجميع عاهرات مدينة الدار البيضاء على أراضي في ملكية بوسبير فيريو، والذي حمل هذا الاسم يعني هذا الحي اسمه، وكان بورديل كبير جدا تجمع فيه المئات من العاهرات للمراقبة والمتابعة الطبية. لكن هذا الحي كان وسط مدينة الدار البيضاء، لذلك قام المارشال ليوطي بتحويله إلى درب السلطان. كانت العاهرة في هذا البورديل يعني تمارس مع 15 زبون يوميا، وأكثر من ذلك قد تصل إلى 40 حسب المناسبات، وكان يتوفر على مدخل رئيسي محروس من طرف الجنود والشرطة، ولم تكن العاهرة تغادره إلا بعد رخصة مرتين في الأسبوع، وبعد تقديم طلب لمفتش الشرطة الذي يعرضه على الطبيب المختص. ظلت أبواب هذا البورديل يعني بورديل بوسبير مفتوحة إلى سنة 1953، يعني قبل 3 سنوات من استقلال المغرب. لكن بعد الاستقلال تم التغاضي على العديد من الأماكن التي انتشر بها فعل الدعارة بشكل كبير جدا، وأصبح مهنة يعني يسترزق من خلالها، واشتهرت أحياء لا داعية لذكر أسمائها، اشتهرت أحياء وقرى ومناطق بعينها تمارس فيها فعل الدعارة لأسباب اقتصادية واجتماعية، وتستغل كذلك لأغراض سياسية زمن الانتخابات. موضوع شائك ومعقد ويحتاج للكثير من الأبعاد النفسية والتاريخية والاجتماعية والسياسية والإحاطة بهذا الموضوع. فقط لمحة تاريخية سريعة عن بورديل بوسبير، الذي دائما ما تتكرر هذه العبارة أمامنا. إلى هنا يعني نأتي على نهاية هذه الحلقة، كل المنا في إطار التنويع وكذلك في إطار ليس الاقتصار على موضوع واحد، بل الاقتصار على العديد، انفتاح على العديد من المواضيع. كل الشكر والمحبة للمتابعين، شكرا لتفاعلكم، لتنبيهاتكم، لتوضيحاتكم، وكذلك لتواصلكم الجميل. وإلى لقاء آخر بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم عبد الله كملا كما العادة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.